فوز الانتاج وسموحه على رجاء ودجله وتعادل بتروجيت مع طنطا. وصبري مدافع انبي على ابواب الاهلي. الاهلي والاسماعيلي جاهزان للقمه الاستثنائيه. ورامي ربيعة يطير إلى ألمانيا لإجراء فحص طبي شامل. كابتن حسام البدري بيقول الأهلي لم يحسم لقب الدوري. وإيهاب جلال يشيد بصفقات الشتاء في الزمالك. الأستاذ ياسر عبد العزيز رئيس تحرير البرنامج وناقدنا الرياضي الكبير هيكون إن شاء الله في ضيافتنا في ملعب الشاطر. كثير من الأسرار المثيرة في الميركاتو الشتوي وماذا حدث في صفقات نادي الأهلي وصفقات نادي الزمالك.